كما أكد وزير الخارجية ضرورة تنسيق الجهود إقليميا ودوليا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب.